السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال، ونتمنى أن اللي مازال ما تشاركش معنا في القناة يشارك معنا وتشجعونا بواحد اللايك وواحد الكومنتار إن شاء الله باش يوصلكم كل جديد. مهم اليوم الدرس ديال اليوم ان شاء الله غيكون على لوكسيليير اتر. الدرس اللي قبل كان على لوكسيليير افوار، واليوم غادي نشوفوا الفعل المساعد اتر ولا لوكسيليير اتر. دونك باش نعاودوا نذكروا، بغينا نشوفوا شنو هو التعريف ديال لوكسيليير او الفعل المساعد. دونك لوكسيليير ولا الفعل المساعد est un verbe، هو عبارة على واحد الفعل، اوكي، كي سير ا فورمي دي تون كومبوزي، يعني هذا الفعل هذا كيعاون على تشكيل الازمنه المركبه. يعني كنستعملوا لو فيرب اتر ولا لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار باش نقدروا نفورميو ولا نقدروا نكومبوزي واحد لو طون مركب، داكوغ. باغ اكزومبل كنستعملوه باش نكومبوزيو لو باسي كومبوزي باغ اكزومبل، داكوغ. دونك ضروري من هاد الافعال المساعده هي اللي كتعاون لتركيب افعال لتركيب يعني ازمنه، استسمح ازمنه مركبه بحال لو باسي كومبوزي او الماضي بالعربيه، وكيعاون على لا كونجوغيزون ديال لي زوتر فيرب، لان كل فيرب كيمشي معاه واحد لوكسيليير. كاين الافعال اللي كيمشي معاهم لوكسيليير افوار، وكاين الافعال اللي كيمشي معاهم لوكسيليير اتر، وهادو كيكونوا في لو باسي كومبوزي. فاش كنصرفوهم في لو باسي كومبوزي، واش ان شاء الله مازال غنشوفوه من هنا قدام. اذا هذا بالنسبه للتعريف ديال الفعل المساعد ولا ان لوكسيليير. دونك غنشوفوا دابا لوزاج ديال لوكسيليير اتر، يعني وقتاش كنستعملوا لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر كنستعملوه باش نعبروا واحد الحاله النفسيه ولا ليتا ايموسيونيل ديال لا بيرسون. يعني هنا ما كنهضروش على الملكيه، ما كنهضروش على الحوايج اللي كنمتلكوها ولا الممتلكات ديال شي شخص، لا، هنا كنهضروا على الشخص بحد ذاته، وكنهضروا على ليتا ايموسيونيل ديالو، يعني الحاله النفسيه ديالو. دونك باغ اكزومبل غنقول لك جو سوي تريست، جو سوي تريست، يعني انا حزين، انا حزين ولا انا حزينه، داكوغ. دونك هنا كنعبر على واحد الحاله النفسيه اللي انا كنعيشها. دونك جو سوي تريست. إلي أورو، هو فرحان، اوكي، هذه حاله نفسيه. نو سوم فاتيغي، حنايا عيانين، داكوغ. دونك لوكسيليير اتر في الاول يعني كنستعملوه باش نعبروا على واحد الحاله النفسيه ولا واحد ليطا ايموسيونيل. دونك الحاله الثانيه اللي كنستعملوا فيها لوكسيليير اتر هو الا بغينا نهضروا على المهنه ديال لا بيرسون، يعني باغ اكزومبل المهنه ديالي غادي نقدر نقول جو سوي اتيديون. اتيديون هي طالب ولا طالبه. جو سوي اتيديون هنايا طالب، يعني انا طالب، اوكي. توي بروفيسور، اوكي، انت يا بروف، انت استاذ. الي اون ارتيست، هي ارتيست، داكوغ، فنانه، هي اون ارتيست. دونك فوالا، اذا كنستعملوه في الحاجه الثانيه اللي هي المهنه لا بروفيسيون باش نعبروا على لا بروفيسيون ديال داك الشخص ولا ديك الانسان. ثالث حاجه كنستعملوه في لا ناسيوناليتي ولا الجنسيه، الا بغيت نهضر على الجنسيه ديالي كنقول جو سوي ماروكان، داكوغ، جو سوي ماروكان. الي امريكان، الي امريكان، وهكذا دواليك. دونك لوكسيليير اتر كنستعملوه في لا بروفيسيون، ناسيوناليتي، وفي ليتا ايموسيونيل. حاجه اخرى عاوتاني عندنا السيتوياسيون. باغ اكزومبل انايا لا سيتوياسيون ديالي، باغ اكزومبل واش مجواج، واش مطلقه، واش سيليباتير، واش هادي، بحال دابا كنقولو توي سيليباتير، يعني ديال راسك توي سيليباتير. الي ماريي، هي مجوجه. جو سوي اوكوبي، انا مشغول، يعني لا سيتوياسيون ديالك انت، شنو كدير، شنو الحاله ديالك، شنو، داكوغ. دونك هادي حتى هي كنستعملوها باش نعبروا، كنستعملوا فيها لوكسيليير اتر باش نعبروا على هاد الحالات هادو، و كنستعملوه ايضا بور ديكريغ. دونك هنايا كنستعملوه بور لا ديسكريبسيون فيزيك، يعني الوصف الجسدي. دونك كنقول واش انا طويل، واش انا قصير، واش انا غليظ ولا غليظه، ولا انا رقيقه، ولا انا بين وبين. دونك هنا جو سوي غران، انا كبير. Il est petit، صغير. Vous êtes mince، نتوما رقيقين، داكوغ. دونك كنستعملوه للوصف الجسدي. فوالا، دونك هادو هما جو بونس على حسب فوالا، هادو هما يعني اللي كنستعملوهم، هاد الحالات اللي كنستعملو فيهم لوكسيليير اتر.
D'abord, on va voir la conjugaison de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, on va voir la conjugaison de l'indicatif. Donc, quand on va voir le jeu, je suis, d'accord? Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je répète, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, c'est la conjugaison d'iel, l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je vous donne des exemples. Je vous des exemples. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu es innocent. Tu es innocent. Innocent. L'innocence. Bari. D'accord? Anta bari. Tu es innocent. Il est souriant. Il est souriant. Je n'ai souriant. Souriant, oui, il s'est dit que il est souriant. Elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse. Ok? Tamouha. Il y a tamouha. Il s'est dit que l'ambition, elle est ambitieuse. Il est ambitieux. Elle est ambitieuse. Nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Okay. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Ils sont heureux en retard. Okay. Ou elles sont belles. Elles sont belles. Yani huma zwinat. Elles sont belles. Donc, هادو هما les exemples اللي عندنا هنايا. كل exemple عنده وحده des adjectifs. D'accord? وعندنا حتى la conjugaison ديال l'auxiliaire. كما قلنا l'auxiliaire être في les pronoms personnels comme il, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Donc, نتمنى ان شاء الله ان هذا الدرس يكون خفيف على قلبكم ان شاء الله وانكم كتستافدوا معنا في القناه ديالنا وكنشكركم بزاف دائما على الدعم ديالكم دائما على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم ونتمنى ان دائما نكونوا عند حسن الظن ديالكم نعطيكم موعد ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله مع درس جديد في اللغه الفرنسيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.